الوردة أنا موجود، بالورقة أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ واو! نعم حرف الواو. نحن كلنا نحب. مرحبا يا أصدقائي، هل تعرفون ما هذا الحرف؟ نعم أحسنتم، إنه حرف الواو. تعالوا معنا لنتعرف على مجموعة من الأشياء التي يوجد بها حرف الواو. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها وردة. كلمة وردة تبدأ بحرف الواو. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها ورقة. كلمة ورقة تبدأ بحرف الواو. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنها مروحة. كلمة مروحة يوجد بها حرف الواو. هل تعرفون ما هذا يا أصدقائي؟ نعم أحسنتم، إنه دلو. كلمة دلو يوجد بها حرف الواو. أين يختبئ حرف الواو؟ هيا يا أصدقائي، أين هو حرف الواو؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو حرف الواو. يا أصدقائي، هذا هو حرف الواو. لقد اختبأ حرف الواو. في أي صندوق يوجد حرف الواو؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، يوجد الواو في هذا الصندوق. أين مكان حرف الواو؟ هل عرفتم؟ أحسنتم، هذا هو مكان حرف الواو. أنا سيد الروضة. بالوردة أنا موجود، بالورقة أنا موجود، من أكون؟ من أكون؟ واو! نعم حرف الواو. هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الواو. نكتب حرف الواو هكذا. أحسنتم. هيا لنكتب حرف الواو مرة أخرى. رائع، لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الواو. أحسنتم. ما هي الكلمة التي بها حرف الواو يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الواو؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم، ترو. واو ترو، واو ترو. ما هي الكلمة التي بها حرف الواو يا أصدقائي؟
هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الواو؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. ورقة، واو، ورقة، واو، ورقة. ما هي الكلمة التي بها حرف الواو يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الواو؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. نورس، واو، نورس، واو، نورس. ما هي الكلمة التي بها حرف الواو يا أصدقائي؟ هيا يا شطار، ما هي الكلمة التي بها حرف الواو؟ بسرعة يا أصدقائي. هل عرفتم؟ أحسنتم. وردة، واو، وردة، واو، وردة. الأخرى. كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب، نعم كلنا نحب أناشيد الروضة، كلنا نحب، نحن كلنا نحب. هيا لنقرأ هذه الكلمة يا أصدقائي. ما و ز، ما و ز، ما و ز، ما و ز. هل عرفتم ما هذه الكلمة يا أصدقائي؟ نعم، أحسنتم، إنها كلمة ماوس. هيا نتولى لصحة الأفضل. أهلا بكم أصدقائي الأطفال، العقل السليم في الجسم السليم. هيا نتدرب مع دبدوب وأصدقائه لكي نحافظ على صحة أجسامنا وقوتها. هل أنتم مستعدون لكي نبدأ التمارين؟ 3، 2، 1، هيا بنا. حسنا، قفوا في مكانكم وافعلوا مثل دبدوب. 1، 2، 3، 4. 1، 2، 3، 4. 1، 2، 3، 4. 1، 2، 3، 4. 1، 2، 3، 4. أحسنتم، لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال. سحبت الجوهرة. علينا أن نجمع كمية كافية من الطاقة حتى نحصل على الجوهرة. هل أنتم مستعدون لكي نحصل عليها؟ حسناً، هيا بنا. بنشاط، بنشاط، هيا هيا يا شطار. بنشاط، بنشاط، هيا هيا يا شطار. أحسنتم، عداد الطاقة يرتفع بسرعة أكبر. أنتم أبطال أقوياء، لقد اقتربنا من الحصول على الجوهرة. أحسنتم.
أحسنتم! لقد قمتم بعمل رائع أيها الأطفال الأبطال! لا تنسوا الاستمرار في التمرين وجمع الجواهر الأخرى، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات الأخرى. أنا نشيط وسأجمع الكثير من الجواهر، أنا وأصدقائي الأطفال. أصدقائنا الأعزاء، لا تنسوا الضغط على اللايك. نتشرف بمتابعتكم ودعمكم لنا. نقول لكم من القلب شكرا لكم. كلنا نحب أناشيد الروضة.